يولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله اهتماما بالغا بملف حقوق الإنسان انطلاقا من المشروع الإصلاحي لجلالته، ومن خلال التشريعات والأنظمة التي يأتي في مقدمتها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين اللذين يعتبران المرجعية الأساسية التي يستند إليها الشعب في حقوقه، ما جعل مملكة البحرين نموذجا رائدا على المستوى الحقوقي. إن مرحلة العمل المقبلة بآمالها وتطلعاتها تستدعي منا جميعا حماية أركان دولة القانون وإرساء سيادته بالاستمرار في الارتقاء بقطاع العدالة بمؤسساته وخدماته وإجراءاته لحماية مصالح المتقاضين، هذا فضلاً عن مواصلة الجهود في تطوير التشريعات التي تعزز حقوق المواطنين. ونشير هنا بشكل خاص إلى القانون الصادر بشأن العقوبات والتدابير البديلة التي يجوز للقاضي أن يأمر بها بدلاً من العقوبة الأصلية، ونوجه بضرورة تعاون كافة الجهات المعنية بتطبيق نصوصه المرسخة للاستقرار المجتمعي والهادفة إلى مراعاة ظروف المحكومين بمنحهم سبل استئناف دورهم الإيجابي في المجتمع. ما إن يتصفح الباحث والمهتم في ملفات حقوق الإنسان تشريعات مملكة البحرين إلا ويجد تلك القضية تلقى كل الدعم والرعاية والاهتمام استناداً إلى المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتحول الديمقراطي في البلاد، وما تضمنه من مواد في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واللذين يعدان المرجعية الأساسية التي يستند إليها الشعب في حقوقه، ما جعل البحرين نموذجا رائدا على المستوى الحقوقي محليا وإقليميا ودوليا. قضية حقوق الإنسان تكتسب أهمية قصوى سواء كانت على صعيد الفكر والتنظير أو على صعيد التطبيق والممارسة، وأضحت تلك القضية محلا لاهتمام مملكة البحرين على المستوى الدستوري أو التشريعي وبما يتلائم مع الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان وتستهدف كافة الشعوب والأمم، كما أن هذا الإعلان نقل حقوق الإنسان من مجرد كونها شعارات إلى نصوص ذات قيمة قانونية والتزامات دولية في إطار القانون الدولي المعاصر. لقد حرصت مملكة البحرين في دستورها وتشريعاتها على احترام مبادئ النظام الدولي، خصوصا فيما يتعلق بالمبادئ المرتبطة بحقوق الإنسان فضمنها دستورها، ومن ثم لا يجوز لأي قانون أن يخالف الدستور وما نص عليه، وإلا عد غير دستوري وكان مآله الإلغاء. وقد أكد دستور المملكة على حفظ كرامة الإنسان وكفل حق التقاضي باعتباره من الحقوق الأساسية، كما أن ثمة حقوقا أخرى جاءت في الدستور البحريني في هذا الصدد، أبرزها أن المشرع الدستوري الذي يحرص على حقوق الإنسان من دون تمييز لأي سبب، وأن المواطنين متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات. أن البحرين العربية الإسلامية هي وطن الجميع، حيث يسود القانون وتصان فيه الكرامة الإنسانية وتحفظ فيه الشعائر، وستظل دوماً بإذن الله السد المنيع في وجه أي أطماع خارجية تهدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي. حقوق الإنسان في مملكة البحرين مصونة في العديد من مناحي الحياة،
سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الهوية الثقافية أو الأمن والسلام واللا عنف، إلى بناء الأسرة وحق العمل واحترام الكرامة للجميع، فضلا عن الحريات والحقوق السياسية والمدنية. وأصبحت في معانيها الأوسع والأشمل عبر تحقيق مصلحة جوهر وهدف التنمية، ألا وهو المواطن البحريني، وبما تضمن له الأمن والتمكين والاستدامة.